الاتحاد السؤال كان حول إقليم تونات، ولكن الاتحاد وهو نموذج فعلا، نموذج ديال إقليم قروي جبلي فيه صعوبات كثيرة، لذلك حجم الاستثمارات في هذا الإقليم في هذه المرحلة كان كبير جدا. نعطي بعض الأرقام، أنه ما أنجز في الطرق المصنفة 460 مليون ديال الدرهم، وقيد الإنجاز 100 مليون ديال الدرهم، واللي مبرمج بالاتفاق اللي مبرمج حوالي 400 مليون ديال الدرهم. بالنسبة للعالم القروي 360 كيلومتر كلها جبلية، صعوبة فيها 516 مليون ديال الدرهم، ثم هناك في إطار البرنامج التأهيل الترابي تقريبا 283 مليون ديال الدرهم. لكن في إطار البرنامج الجديد كان بنك ديال المعطيات اللي حدد بأن إقليم تونات غادي يكون من الأقاليم اللي عندها أولوية في البرنامج ديال 7 سنوات المقبلة، نظرا للطبيعة وللخصوصية لهذا الإقليم. لا يمكن أن أناقض أو أكون عكس ما أشار إليه السادة النواب. أنا قلت لكم لولا هذه الحاجيات والمطالب والصعوبات اللي كاينه في بعض الأقاليم لما كان البرنامج الأول والثاني والتأهيل الترابي، ثم هذا البرنامج الجديد اللي هو برنامج طموح جدا كما قلت ديال 28 ألف كيلومتر، جزء كبير منه كيهم العالم القروي في المناطق الجبلية. أكثر من ذلك أنه كما قلنا خصص لل أنه الآن أعطينا الصلاحيات المحلي ماشي على مستوى الرباط، اللجنة فيها وزارة الداخلية، المالية، الفلاحة، وزارة التجهيز، لكن أعطينا السادة العمال والسادة الولاد مع المنتخبين يحددوا الأولويات نظرا للحاجيات اللي تكلموا عليها السيدات والسادة النواب. طبعا الحال فيما يتعلق ب، لكن لابد هذه مناسبة نعاود نكررها، الإمكانية ديال البلاد ديالنا احنا كنعرفوها، كيفاش يمكن لك دير طريق سيار بني ملال باش بني ملال والجهات تنتعش، مطار باش يمكن له ينتعش باش الاقتصاد يتحرك وايضا تجي استثمارات، وفي نفس الوقت دير الصيانه ودير العالم القروي. هذه واحد المعادله انتم تعلمون بانها تحتاج الى امكانيات كبيره، ولكن المغرب استطاع ينجح فيها، استطاع يمشي في هذا في الوقت اللي كنفتحوا اوراش كبيره. الان تبارك الله 36 مليار ديال الدرهم في 7 سنوات للعالم القروي، الا قسمتي على 7 سنوات 5 مليار ديال الدرهم يعني سنويا ستذهب الى العالم القروي، وهذا تحدي لنا جميعا كيفاش ننجزوها كما قلت 4 مرات مقصابه. بالنسبة للجودة أنا كنأكد ما أشار إليه النائب المحترم، عدد من الشركات تم إلغاء الصفقة معها وأنتم تعلمون تعرفون أسماءها، منها شركات على الاتحال مع الأسف الشديد كانت تشتغل بطريقة غير جيدة، منها شركات ألغيت من القطاع تماما، ألغيت من القطاع تماما، منها شركات ديغرادات من المستوى من الرتبة الأولى الرتبة الثانية أو الثالثة. فالطبيعي لما وزارة التجهيز كدير 3000 صفقة في السنة، طبيعي يمكن لك تلقى واحد 10% 5% أو للصفقات اللي ممكن غير مربحة، ولكن لا نتساهل مع الجودة اليوم حتى وخا نبغيو نتساهلوا. شكرا سيد الوزير.